ريف عقيل وفقرت شو الاخبار مجموعة الاخبار مثل العاده. صباح الخير ريف. اول شيء بدي اخبرك بلاش يجعوني زلعيمي على على الفقره اللي قبل. انا هيك انا شو لكن احنا بعاد ماشي الحال. نحن بعاد عاملين ديستنسينج يعني صح. بس بدي اقوله انه لا عن جد بتحسي صرتي هيك عن جد بنوع من القلق. مجرد ما حدا حكي قدامك باي موضوع له علاقه بهذا الشيء بتحسي دغري العوارض انه هلا انت عم تحكي بنشي. مش بس هيك ريف, بتعرفي انه ما بتعرفي هاي الفيروس شو ممكن ياثر على حالتك وعلى جسمك. وزعزتي مستشفى وبطلتي عم تعرفي من وين بتبلش يعني من اوجاع بالظهر, من اوجاع بالاجرين, من عطسه, من سعله. صارت العوارض كثير يعني متنوعه وعن جد صار اقل هيك شغله صغيره بتخوفك. بس انه ان شاء الله تمرق هذه المرحله على خير. ما عندنا شيء ثاني نقوله. نحن عندنا مجموعه من الاخبار الفنيه بدي بلشها كمان بجزء كثير منها مرتبط بقصه كورونا. باول شيء بموضوع امبارح ضجت فيه كثير السوشيال ميديا وعن جد صار في حمله مخيفه عليه. صورة للوليد الحلاني كان هو نشارة ببوست على انستغرام وتشكر فيها دولة الإمارات وكان بهذه الصورة عم ياخذ فاكسان الكوفيد 19. هذه الصورة ما مرقت مرور عادي, رح نشوفها هلا للصورة. عن جد عم بحكي خربت الدنيا بشكل عام. ما حد زعما عم بلا 95% من الناس اللي علقوا على هذه الصورة علقوا بشكل كتير سلبي. ليش؟ اتهموا الوليد انه هو اجى غنى ليلة راس السنة وسهر ودبك ورقص وولعت الاجواء معه وكل العالم انصابت بكورونا وبعدين اجى هو اخذ الفاكسان ويعني اللهم نفسي. خلينا بالاول نشوف فيديو كثير حطوا لي اياه امبارح على السوشيال ميديا من ليله راس السنه وبرجع بكمل حديثنا انا وياك. أول شغلة خلينا نرجع نعبالنا نرقص لا هذا غير جو. بس بدنا نرجع للسهرة. بس أنا عن جد عندي هون تعليق كتير صغير. أول شيء ليه عم بتحسسوني مع احترام كتير للوليد أنه هو أبو قراط الطب وإجا قالنا يا قوم تعوا سهروا ونحن ركضنا لنسهر ولقتنا كورونا وهو راح عمل فاكسان. أول شغلة هو فنان عمل سهرة ونحن مواطنين عنا عقل وعنا وعي اجتماعي وعنا قرارات شخصية ناخدها. يعني في كتير ناس أخدت قرار تروح تسهر ما حدا ضربها, ما حدا كمشنا من دينتنا وقال لنا بليز تعوا سهروا. في سهرة معروف أنه سهرة بتساعة 300 400 500 شخص ونحن أخذنا قرار وما حدا يقنعنا بالسهرات أنه إيه بنلتزم بالكمامات ورح نضمنا حتى ما بتزبط. عم نشرب ألكول وعم ندخن وعم نرقص وعم نبرم وعم نسلم على ناس وعم نطلع كل عواطفنا بعد سنة من الكبت والحلوين ونعبد بعضنا بالسهرة. ما بتمرق ما بتمرق. أنا بعرف عن جد ساشا ناس من سنة ومش عم بالغ منهم صغار بالعمر وبحق لهم ينتبهوا لحالهم وبحق لهم يضلوا عايشين وبحق لهم يضلوا موجودين من سنة مش فاتحين الباب وظاهرين من بيتهم. مش عم بالغ إذا عم أقولها. ليش في ناس أخذت قرار إنها تنتبه؟ ليش في ناس أخذت قرار إنها تحتاط؟ وفي ناس قررت تروح تسهر. مش أنا بقوم بعمل حفلة على فنان, مش عم دافع عنه على فكرة. صار في امبارح تجريح, صار في كلام مأذي, صار في تعليقات كتير بحقه بحق بيو بحق كل هيدا القصة الجير الخبرية يعني كلها. وعن جد كان الجو ما كان كتير حلو. هل هو الوليد ما علق بولا محل؟ ما بعرف, على أمل أن تهدى الأمور. على فكرة هيدا الحملة ما كملت بس عليه, كملت كمان على البيبورت منها. طلعت خبرية امبارح أنه كمان عمل حمزن عنده كورونا. رجع مدير أعماله أكد ببيان لأنه هذا الشيء منه كتير دقيق. هو كان بسوريا من شيء أول الشهر وكمان اضطر يسافر على معايلته على أبو ظبي. وطبعا بأبو ظبي كتير في تدابير كتير قاسية بهذا المجال, فلو في كورونا ما كان يقدر يفوت على الإمارات. هيدي
هي. من هونيك بدي روح عند كمان عند الفنانين اللي كمان انصابوا من وراء حفله راس السنه، يمكن هو الفنان ناجي القسطى اللي بعد كم يوم من الترسانة اعلن عن اصابته بكورونا. ناجي صديقك انت لازم تخبرينا هلا عن وضعه الصحي، سمعنا انه كان بالمستشفى وكان تعب شوي، وهذا بس بدي بلش منه انه تشوفي بس ساشا انه ما ضروري تكوني كبيره بالعمر تحسي حالك منك مرتاحه. وحتى لو كانت انه ناجي سوري صحته منيحه ومبين هيلثي وهيك، وكنا عم نحكي انا وياه بحلقه راس السنه، يعني عم بقول له ناجي قديش انت عم تنتبه على حالك، وناجي عنده عيله كمان. قال لي ساشا كثير والحمد لله انه مثل ما بيقولوا في ناس يمكن حواليه منصابه، بس هو يمكن قال لي بركي مناعتي ما مناعه، بس عرفت عن الاصابه قلت له لا مناعه ولا شيء، يعني صحيح. للاسف انه ما بتقعدي تعرفي هالفيروس في التيك، يعني ما بتعرفي شو، ما في دراسات حول هالموضوع. على كل حال صار احسن امبارح، تواصلت معه قال لي بده يعمل كمان فحوصات طبيه طالبينها من المستشفى، متمنى له السلامه والشفاء العاجل. على السلامه ان شاء الله. من هونيك بدي اروح لعند نانسي عجرم. نانسي اللي كانت اصلا على سنه عملت حفل بمصر بس ببلا جمهور. نانسي وقتها طلعوا اللي تدجرت على مجلس الدفاع الاعلى وانه رح بيصير في اقفال عام، نشرت كذا بوست على انستغرام وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي بتبين عليهم، ودعت كل العالم انه عن جد هذه فرصتنا الاخيره، لازم نحن نلتزم، لازم نكون موجودين ببيوتنا كل هذا الوقت لانه هذه اللي نحمي حالنا ونحمي عيالنا، وعن جد انه الوضع الصحي. هذا البوست كان كثير هيك توعوي. نانسي عندها كثير فانز، عندها كثير فولورز، وهي عن جد حدا مؤثر خصوصا بجيل الشباب والولاد، خليني اقول اليونج يعني. نحن بحاجه هير تويتس بمحلهم. ايه ونحن عن جد، وعندها عائله واكيد عندها مخاوف على عائلتها وعلى صحه اهلها وعلى صحه اهل بيتها. نحن عن جد بهذه المرحله، لك انا شخصيا ولا مره خفت، دائما كنت وقت يفوت على الباب يقولوا لي ريف انت انتي كمامه، بس هلا خلص هذا الموضوع بالنسبه لي انا ما بقى فيك تكملي باليه لانه مخيف الوضع، خلص انت بحاجه تنتبهي، بتعملي اليوم بي سي ار، بتروحي مثلا تشوفي اهلك، ممكن تكوني على الطريق وقفتي اخذتي فنجان نسكافيه وهذا الحال يكون خرب كل القصه، فعن جد الواحد لازم ينتبه. ويمكن هي الكمامه امبارح كنت عم اقول انه هي بعد هذا حبل النجاه الوحيد مؤقتا لحد ما يصير عندنا فاكسان. هيدي هي. من هونيك بدي اروح لعند خبر كمان عن نانسي، مش نانسي عفوا، هيفا ويسرى. يسرى اللي كمان مرقت بثلاث اسابيع كثير صعبين، هدول الثلاث اسابيع كانوا كثير صعبين عليها بكورونا، وصلت لمحل عن جد كانت كثير في مزعوجه ومضايقه، وامبارح اعلنت انه هي صارت نيجاتيف. طبعا هذا الخبر كثير تفاعل معه جمهورها، وهي كانت كثير سعيده بهذا الخبر، واول اشخاص اللي هنوها بهذا الشيء كانت الفنانه هيفا وهبي. هيفا اللي كان المفروض انها عم تحضر هي لعمل لرمضان الجاي، ولكن باللحظات الاخيره هيفا اعتذرت لانه قالت انه هي عندها ارتباطات كانت موجوده بامريكا وعم بتحضر لمجموعه من الاعمال والالبومات الجديده، وما رح يكون في لها حضور برمضان الجاي. كان لأنه حلو بيطلع، كان بيطلع كثير حلو. بيقولوا انه القصه كانت عباره عن يسرى وهيفا ضرتها، تخيلي هالكومبينيشن. حلو هذا الكومبينيشن، بس هيفا اعتبرت انه هي بمسلسل اسود فاتح اخذت كثير وقت وانشغلت، فما عندها هلا وقت انها ترجع تتلهى بالمسلسلات عبالها تشتغل ترجع لاعمالها الفنيه. من هونيك بتروح لعند وائل جسار. وائل جسار اللي اعلن انه هو عم دعا الناس انه يشاركوا بمزاد لبيع لوحات فنيه، وهذا المزاد رح بيروح بيعود كل ريعه عفوا للصليب الاحمر اللبناني، الدفاع المدني، فوج الاطفاء، وكل الناس اللي تضرروا من انفجار المرفأ. حلوه هيدي المبادره هلا، حلو انه بعد 4-5 اشهر بعد في عالم عم تتذكر انه عن جد في ناس كثير تضررت وعم تمرق بوقت كثير صعب. من هونيك بدي اروح لعند الفنان العالمي ميكا اللي هو بتعرف انه هو من اصول لبنانيه، واللي تم تكريمه مؤخرا بفرنسا، عطى السفير اللبناني بفرنسا وسام الاستحقاق الوطني من درجه الفضيه. هذا الوسام تمنحه الدوله اللبنانيه او بالاحرى رئيس الجمهوريه اللبنانيه لكل الناس لبصماتهم بفنون معينه، يعني هو اخذ هذا لانه هو اشتغل كثير موسيقى وشعر والحان. بدي اقول انه التكريم كان بجو كثير عائلي وانتيم، يعني مش انه تكريم كثير كبير. ميكا حدا كثير بيتاثر اذا بيسمع حدا عم بغني عربي، بتحسيه هيك ولع كله من محله، كثير مدافع شرس عن اللبنانيين. وما فينا ننسى انه هو باربع اب من وراء انفجار اربع اب عمل كونسرت جمع فيه كثير مصاري، وعلى فكره لضحايا تفجير الرابع من اب. وانا وقتها عندي كثير اصدقاء من الشركه اللي نظمت هيدا، شركه الاعلانات اللي اشتغلت على هذا البروجي، قالوا لي ما بتتخيل قديش فات بادق التفاصيل، فات بلوايح الاسماء، فات بالاشخاص، اعتبروا موضوع مش انه ايه، اعتبروا موضوع شخصي، يعني كثير شخصي،
نفسي واشتغل عليه. بعد معنا بس دقيقتين بدي خبر بس عن كمان رواسب كورونا. لأول مرة تخيلي أنه فنانة عالمية مثل شاكيرا أخذت قرار أنها تبيع حقوق أغنية اللي هن 145. ليش قررت قرار أنها تبيعهم؟ لأنه اليوم من بعد ما صار بهذا السنة اللي كانت كتير صعبة من وراء كورونا، تعرف أنه إيرادات الحفلات والكونسرت كتير منهم التغوا بالعالم، وعلى ما يبدو هي بحاجة لمدخول مادي. بتعرفي في كتير اغاني كانت هي بتكتبهم لهدول الاعمال لها، فقررت انها تبيع حقوقهم كلياتهم. على فكره هي مش اول حدا عم يعمل هذا الشيء بالعالم، كتار فنانين بالفتره الاخيره سبقوها لانه هن بحاجه لايرادات ماديه ترجع ترجعهم او بالاحرى ما عندهم مصاريف 100% مش مثلنا يعني. عكس طبعا يعني فنانه مثل هيدي باعت اكثر من 80 مليون تسجيل بالعالم، فنانه عندها اخذت 3 جوائز جرامي اووردز، يعني حلو انها هيك متصالحه مع نفسها وقت لحلقت لحالها بحاجه قررت تبيع اعمالها واغانيها. بعد عندي خبريتين ثلاثه بس ما رح نمرق عليهم، ما رح نحكي عنهم اليوم، نخليهم لغير يوم انا وياك. حقول لك خبريه كثير سريعه انه لانه بدي بلش فيها هذه السنه الجديده، هاري وزوجته قرروا يرجعوا على لندن ليحلوا امورهم العائليه مع الملكه، لانه ات سيمز انه عندهم ازمات ماليه وهن بحاجه انه ينهوها. وطبعا هي كانت بقدر هي دعته انه يجي يزورها بلندن لحتى يحلوا امورهم، وهي طبعا في عندها عيد ميلادها بنيسان بيكون في احتفالات، وقت لهم تجوا بتشاركوا بهذا الاحتفالات لننهي هذا الملف. ولكن الشرط أساسا لتسكير هذا الملف انه هو يلغوا عقدهم مع شركه نتفليكس. نتفليكس اللي عملت فيلم ذا كراون واللي كان في كثير عليه علامات استفهام السنه الماضيه لانه قال بيغير كثير من الحقائق. طبعا هلا هاري تبعتي شيء من ذا كوين؟ ايه كثير حلو كثير حلو. بدي اقول بس انه هاري بالجيل تبعولهم مع نتفليكس المفروض ياخذوا 150 مليون دولار، ما بعرف اذا هلا سبتهم تدفع لهم اكثر ومنحل الازمه دبل وخلص اترك لي هالديل مان. هول على الله. هول كانوا اخبارنا ساشا. حبيت بس نغير فيهم جو للعالم لنطلع من، وقصدي تمرق علينا هذه الجمعه على خير لانه جمعه صعبه ان شاء الله. هدي اعصابنا بالبيت انتم تشل تمرق على خير. ستي سيف ريف. شكرا لك. وقلكم كمان مشاهدينا ان شاء الله تكونوا هيك استفدتوا من فقراتنا لليوم.